يا صباح الفل عليكم، حلقة جديدة وحلوة إن شاء الله من مطبخ الحياة. بيجيلي تليفونات كتير وصحابي بيطلبوا مني كتير إن أنا أعمل حاجات بسيطة علشان المناسبات. الدنيا بتبقى غالية وعايزين حاجات اقتصادية، حاجات سعرها بسيط وفي الآخر برضو يبقى شكلها حلو، طعمها حلو، تبقى شكلها شيك لما أقدمها لو ضيوفي جايين. فأنا لو عندي مناسبة أعمل إيه؟ فانا فكرت ان انا اعمل النهارده حلقه اعمل فيها شويه وصفات بسيطه، يعني ابسط ما يكون، والحاجات الموجوده عندي في المطبخ استعملها، وفي الاخر برضو اطلع منها حاجات حلوه وشيك ان انا اقدمها في مناسبه عيد ميلاد، قرايه فاتحه، وات ايفر اللي عندي، اقدمها بطريقه حلوه. اول حاجه هعملها معاكم هعمل توست بالجبن. هستعمل التوست، طبعا احنا عملنا لسه عاملين التوست قريب كمان، فطريقه التوست العيش التوست موجوده عندكم اصلا. هستعمل رغيف توست او رغيفين حسب كميه الناس الجايالي. هستعمل مايونيز وكريم تشيز اللي هي الجبنه الكريمي، وهستعمل شويه شبت، وازوق بقى بالحاجات الموجوده عندي، طماطم، خيار، بقدونس، اي حاجه موجوده عندي في الثلاجه ممكن استعملها. هستعمل كمان ايه؟ قطاعه. بص بقى القطاعه ما بحبش المشرشره عشان ما تبقاش حاميه. بص كده معايا، القطاعه لازم تبقى حاميه عشان التوست ما يشدش معاكي ويبطط، فالقطاعه المدوره الساده هي افضل حاجه عشان تقطعوا معايا كويس. هوريكم هنعمل ايه. طبعا انا مش هعرف اعمل مليون وصفه، فهعمل حاجات بسيطه بس برضو وانا بشتغل هديكم كده افكار لحاجات ممكن نعملها غير اللي احنا هنعمله. طبعا التوست لازم يبقى طري، انا مش هحمصه، لا انا هقدمه طري زي ما هو. هاجي بصوا بالقطاعه هقصه دوائر، خلاص لازم اقص للاخر لتحت علشان ما يتفعص معايا بعد كده العيش اهو. خلاص ادي العيش ده بقى هقول لكم هنعمله ازاي بعد ما اخلص الساندوتشات. اهم حاجه بقى الديكور والحاجه تبقى نظيفه. بمعنى ايه نظيفه؟ يعني ما تبقاش الحاجات مشرشره، ما تبقاش الحاجات ملغوصه وانا بشتغل، يطلع الشكل حلو. فعشان كده انا هستعمل اكياس الحلواني او اي اكياس بلاستيك عندك ممكن تستعمليها عشان تشتغلي بيها والدنيا تفضل نظيفه معاكي، يعني الساندوتش بالبلدي كده ما يطلعش ملحوس. اوكي اهو احنا هنعمل مثلا 3 أو 4، طبعا كل 2 بيعملوا لي ساندوتش. العيش ده بقى بقطعه 8 مثلا، وباخد يعني لون الحرف ده ادهنه بزيت زيتون واحط له التوابل الموجوده عندي في البيت وادخله الفرن يبقى مرمش، يعني بمعنى بصوا اهو هقطعه كده، بصوا اهي خلاص كده اهو. بعمله بزيت واحط له مثلا سماق وزعتر، شويه شطه، وادخله الفرن يقرمش، تحفه بيطلع. ممكن احطه على سلطه، اعمل سيزر سلط من شويه خس واروح حاطه عليها خس ومايونيز، احط عليها الكروتين المحمصه، وممكن اقدمهم في طبق لوحدهم اهو، يتقدموا كجنب يعني كاني بقدم مكسرات مثلا او سوداني حاجه كده، بتبقى حلوه قوي. وفي طبق زي ايه النقرشات كده او مقرمشات بتتقدم، بتبقى برضو حلوه قوي في المناسبه، وبتبقى مختلفه عن اللي عند الناس، وفي نفس الوقت ما كلفتكيش حاجه زي الناس، وبتطلع حلوه قوي. بس انتي ابدعي بقى ايه في التوابل، هي اللي هيديها طعمها. وممكن الزيت اللي انتي هتدهنيها فيه تحطي فيه فص ثوم، افعصي فص ثوم في الزيت وقلبيه كويس، وحطي التوابل في الزيت ودهني بيهم الحرف بتاع التوست. الثوم برضو هيديني طعم رائع فيها. خلاص نعمل دي كمان. هتجيبي لو انت عايزه تجيبي الكريم تشيز بطعم معين اوكي مش مشكله، انا مش عامله لها طعم معين، انا هحط عليها بس شبت.
بس انت ممكن تعملي ايه؟ عايزه تغيري في الطعم كمان، يعني مش عايزاهم كلهم يبقوا بطعم واحد، ممكن تخلطي على جزء، يعني تجيبي كريم تشيز مثلا كيلو مثلا، وتقسميهم على اطباق، طبق تحطي فيه فص ثوم، طبق تحطي فيه شبت، طبق تحطي فيه جبنه رومي مبشوره، يعني الطعم اللي انت عايزاه. في الاخر هيبقى عندك مجموعه من وصفه بسيطه، مجموعه من الساندوتشات تقدميها طعمها حلو وشكلها حلو جدا. هاجي انا اعمل الاساس اللي هو الوصفه البسيطه خالص، هحط اجيب بس معلقه الجبنه الكريم تشيز اللي هي الجبنه الكريمي اللي في السوبر ماركت بالكيلو، ارخص حاجه اهي. انا هنكهها بالمايونيز لان المايونيز بيديها طعم، عملنا برضو المايونيز كتير. المقدار الجبنة للمايونيز يبقى 70 لـ30%، يعني 70% كريم تشيز و30% مايونيز اهو، وشبت. ممكن بقى بدل الشبت تحطي الطعم اللي انت عايزاه، ممكن تحطي مع الشبت توم. خلاص انا بقى اللي بقوله على النظافة وان احنا ما نوسخش الدنيا ايه، ادي كيس حلواني او كيس سندوتشات عادي ممكن تستعمليه، واجي احط فيه علشان هيبقى اسهل لي جدا وانا بحشي وانضف كتير اهو. هقصه، مش هعمل الحرف كبير، وهاجي بحيث لما احط التانيه عليها الجبنه هتتفرد ويفضل شايفين نضيف، ما وسختش الدنيا، اسهل لي مليون مره. هاجي كده اهو في الجزء الاولاني هو كتير، اللي فوق هحط شويه صغيرين عشان الزق بيهم الديكوريشن بقى. خلاص وهنا اهو، اهو بصوا اهو، وبعدين اجي هزوق بابي اللي موجود. ازاي اللي موجود؟ نقول بقى طماطم، ادي طماطم، ترانشات طماطم نص زيتونة، ادي شكل، بصوا في قمة الشياكة والبساطة. حاجة تانية، عندي شيري توميتو، اوكي عندي خيار، عندي جزر، اي ترانشاية لون هتحطيه هيبقى حلو. بقدونس، ادي بقدونس، بصوا عندك ريحان، عندك نعناع برضو شغال. شايف عبد الله بيبقى شكلهم ازاي؟ حلوه قوي وبسيطه جدا. هنا مثلا هحط زيتون، وهحط طماطم، هحط شويه شبت كده. عايزه تحطي حبه البركه؟ ماشي، بصوا مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. الساندوتش بسيط جدا، المقادير اللي فيه غير مكلفه على الاطلاق، طعمه حلو قوي وسعره فرق فظيع بين اللي انت هتعمليه واللي هنشتريه جاهز من بره. وخدوا بالكم ده كبير، انا عاملاه بقطاعه كبيره، يعني الواحد بتلاته من بره علشان يبرك معاكي وفي نفس الوقت يشبع، وهيبقى اقتصادي خالص. ممكن بقى كمان تعملي حاجه، ممكن يجي هنحط في الكيس تاب، لو انت عايزه بقى تعملي ديكوريشن تاني، اي تاب يعملي ورده ده، بص ايوه اهو شايفين. وهروح طبعا انا عشان املاه الكوبايه الطويله بتبقى اسهل كتير برضو عشان ما الخبطش الدنيا، يعني انا بعمل الحاجات دي كلها علشان تبقى الدنيا نظيفه وسهله معاكم وانتوا بتشتغلوا، ان الواحده لما بتقعد توسخ حواليها التنظيف بعد كده شغلانه، وما بتطلعش الحاجات زي ما تبقى نظيفة من الأول.
نعمل واحد قبل ما نطلع الفاصل. نعمل واحد بالوردية دي، أفهمكم أنا عايزة إيه. آدي الكتر، لازم تبقى حامية، لازم تبقي مجربة إنها حامية، علشان لو مش حامية مش هتبقى حلوة، هيطلع كده حتت مقطعة وحتت لأ، فلازم القطاعة دي تبقى حامية معاكي. أهو أنا هعمل لكم دول دلوقتي في الفرن، وهوريكم في الآخر بالزيت والبهارات بيبقى شكلهم إيه. فين الكيس؟ أهو آدي الكيس، هنحط الحشوة. ولو أنت مش عايزة كريم تشيز، عايزة مثلا جبنة بيضة، ماشي ممكن أحشي جبنة بيضة. أعمل بقى إيه مع الجبنة البيضة؟ هجيب فلفل رومي أفرمه ناعم، وأخلط مع الجبنة البيضة شوية نعناع ناشف، وأروح حشية بيها، مش لازم كريم تشيز. الحشوة اللي انت عايزة جبنة قريش يا ستي، الجبنة القريش برضو هتبقى حلوة جدا معاكي. وبعدين انا عايزة استعمل لكم بالحشوة وردية، يعني ممكن بصوا اهي تبقى وردة، وهنحط عليها، يعني انا قصدي اي حاجة متواجدة عندك هتبقى شغالة معاكي في الموضوع ده. ما تتقيديش باللي انا بقوله، انا بس بديك الفكره اللي انت هتمشي عليها. اهو بالراحه كده، اهم حاجه الحاجه تطلع شكلها شيك، طعمها حلو، وشكلها نظيف. علشان بس انا كنت بشوف حاجات الناس بتعملها ما بيعجبنيش الزروات. اوكي ممكن بقى نروح لفاصل. ده اول نوع كنابيهات عملناه باسهل الطريقه وارخص طريقه، جربوه هيعجبكم. تحفه بجد، وبسيط جدا في سعره. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، هنعمل صنفين تانيين برضو من اصناف الكنابيهات او الساندوتشات زي ما انتوا عايزين تسموهم برضو للمناسبات. هعمل اول صنف ميكس لحوم بارده، مش لازم يبقى ميكس، ممكن يبقى نوع واحد. ممكن تستعملي مثلا لانشون مع جبنه تشيدر، يعني مش لازم برضو تستعملي. انا هقول لك الفكره وانت تنطلقي باللي موجود عندك، باللي موجود في السوبر ماركت جنبك، من اللي موجود في البيت عندك. المقادير بتاعتي تركي او سلامي او لانشون، مش لازم كلهم. خيار مخلل، هالوبينو، برضو عندك ليمون مخلل شغال، عندك مشكل مخلل شغال، زيتون شغال، ما تتأيديش، كله هيشتغل معاكي. مستردة وزبده، المستردة بتدي مزازة مع اللحوم الباردة، عشان كده أنا بحب أستعملها دايما، وسعراتها مش كتيرة فما تتخنش. فهنقول هنعمل إيه؟ هنجيب زبدة، الزبدة تبقى طرية. أهي. وهحط معاها المستردة. عايزة تحطي مايونيز معاهم؟ حلو. عايزة بدل الزبده مايونيز؟ شغال، بس مش هيديكي نفس الطعم. بصوا اهم حاجه انها ايه؟ تبقى طريه، علشان بصوا اهي انا بدوس عليها واللي يطلع منها بعمله كده اهو. اوكي، لغايه لما تطرى خالص. هي المفروض طريه، بس احنا عندنا الاستوديو فريزر فعشان كده. اوكي بصوا كده، علشان هي جمدت من، هحطها ربع دقيقة في الميكرويف. ربع طبعا، ما ينفعش الميكرويف ان انا احط المعلقة. ربع دقيقة علشان هي هتتفرد معاكي، بس انا مش عايزه شكل الحاجه يبقى وحش. لما تبقى جامده وتقعدي تتكي علشان تفرديها على العيش مش هتطلع حلو، هتبوظي الشكل. واحنا قلنا دي حاجه هنقدمها للناس فلازم تبقى شكلها حلو. اهو خلاص، بصوا اهي ما بقتش ميه، بس طريت قوي اهي، عشان ادهن منها. وشايفين المستردة مديها لون اصفر غامق. خلاص يبقى ادي جهزنا الزبدة. هاجي اجهز بقى العيش بتاعي.
هقطعه دواير 2 سنتي تقريبا عشان يبقى فيه طعم عيش، ما تعمليش رفيع قوي، خليه 2 سنتي. سكينه مشرشره عشان برضو ما تقعديش تكحتي في العيش ويطلع شكله مش حلو. اوكي، دول برضو هقول لك تعملي بيهم ايه. هنيجي خلينا نقطع واحد تاني عشان نعملهم مره واحده مع بعض. باخد الطرفين، هقول لكم على حاجه حلوه قوي تتعمل بالحرف ده. طبعا ده لو انت يعني وانت بتشتغلي ما اكلتيهمش، خدي بالك من النقطه دي، الرمرمه بتخن جدا. احاول اقطع بالراحه علشان العيش شكله ما يبص. اوكي، ادي دوائر العيش عندي. هدهن شوية زنانة بظهر المعلقة، باخد بظهر المعلقة واروح دهنة معلقة صغيرة، لو كتير شيلي كده اهو، ما كتريش يعني. شايفين دي زبدة مع مسترد. كده دهناهم، هاجي اللي هو اخر العيش ده هدهنه برضو، هدهنهم كلهم اللي هو النهايات بتاعت العيش هدهنها. خلي دول الاخر. هاجي بقى هجيب مثلا سلامي، اوكي، وهجيب هالوبينو اللي هو الفلفل الحراق، دي ابسط حاجه، حاجه واحده بحطها خلاص اهي كده اهو. ممكن بقى اعمل حاجه اقوى شويه، ان انا اعمل ايه، اللانشون. دايما لما تشتري اي لانشون او جبنه قولي لي الراجل يقطعها لك سندوتشات، لان هي كده بتبقى كبيره قوي اهو. هنقطعها مربعات، ممكن كمان عندك اوبشن ان انت تستعملي جبنه تشيدر معاهم، يعني لو انت عايزه تستعملي لايرز كتير فوق بعضها، بس انا قلت احنا عايزين ابسط حاجه. هاجي ادي العيش المدهون بالزبده، وبعدين نقطه تانيه على في النص علشان يلزقوا في بعض، بصوا نقطه، واجيب اهو اوكي، و نقطه هنا، واحط مثلا بقدونس علشان البقدونس ممكن يتحرك، و طماطمايه هنا، نوعين من اللانشون وهنا نوع واحد. خلاص هاجي بقى هنا اعمل السلامي، واجي اعمل هاخد بصوا انواع بقى ال بصوا اهي كده اللانشون، واجي هنا بقى بصوا هسيبها، هقطع الطماطم ارباع، لو انا مش عايزه استعمل شيري توميتو استعمل طماطم، الطماطم العاديه ارخص اهو،
شايفين اهي هاجي بصوا كده و لانشون عادي كشكل جمالي وطماطمايه عندي بقى حاجة في الآخر بستعملها خليط من الزبدة والكريم تشيز خلاص ده خليط بيديني لو أنا عايز أعمل ديكور بعد ما أخلص الأكل يعني مثلا وردة كده وأحط مثلا رشة حبة البركة عليها خلاص مثلا هاجي أدي سلامي أيوة وطماطماية عليه وأجي اهي دي اللي بنلاقيهم في الاوتيلات حاطينها ورد اهي اوكي دي زبده مع كريم تشيز خلاص وممكن نحط بقى نجيب واحده هالوكينو صغننه ونروح موقفينها اهي يعني الشكل انت عايزاه وزي ما قلنا ابسط حاجه هنيجي بقى نعمل نوع تاني نسينا نقول ده اللي هي التاب الاخراني بتاع العيش ده بقى انا هعمل ايه هرش عليه بقى زعتر وسمسم وهدخله برده الفرن هتطلع مقرمشات فظيعه خلاص انا دهنته نفس الدهان الزبده والمستردة اللي دهنت بيها الكنابيات بتاعتي دول هدخلهم الفرن ارش عليهم زعتر وشويه سمسم وادخلهم الفرن او حبه البركه اهي بتطلع جباره اوكي خلاص هناخد ده يا احمد سيب لي بس دي هنعمل بقى نوع ثالث من الساندوتشات اللي هو الفراخ المسلوقه المقادير بتاعتنا ايه عيش بتيبان صغنن بقى ده احب بقى العيش ده يبقى مسكر يعني فاكرين العيش اللي عملناه وحطينا فيه زي البريوش شويه وحطينا فيه سكر العجينه دي بتبقى بيرفكت للوصفه دي او اجيب عيش فيه طعم التسكيره هستعمل فراخ مسلوقه مع مايونيز يعني مثلا لو هنستعمل صدرين فراخ هحط 4 معالق مايونيز مش مليانه قوي هحط بصل اخضر بقدونس فلفل رومي وفلفل حراق عايزه احط مستردة اوكي عايزه احط زبده اوكي بس هو الوصفه اللي انا بقول لكم عليها المقادير دي بتبقى احلى حاجه ادي الفراخ المسلوقه بتاعتي بقطعها بصوا اهي متقطعه ومتنسله نسايل من الفراخ المسلوقه هحط عليها فلفل رومي فلفل حراق بصل اخضر بصوا هوريكم لازم تبقى كميه الخضار كتيره يعني طعمها يبقى واضح وتبقى كتيره اهي بقدونس بعد ما احس ان الخضار خلاص كتير اروح حاطه البقدونس اخر حاجه خلاص واجيب بقى احط المايونيز عايزه تخلطي الزبادي مع المايونيز اوكي عايزه تحطي عصره ليمون مع الزبادي مع المايونيز اوكي زي ما قلت لك انا بقول لك اوبشنز وانت اختاري اللي يناسبك يعني خلاص ادي حشوه الفراخ عايزين نحط يعني اهو فاضل شويه مستردة بسيطه من الوصفه اللي قبلها ماشي هتدي طعم حلو نرميها لا ما نرميهاش شغاله اهي هتدي مزازه حلوه اللي موجود خديه بس المهم يبقى الطعم لايق مع بعضه خلاص اهي هيجي بقى ادي العيش بتاعي ده العيش اللي بقول لكم عليه بسم الله الرحمن الرحيم العيش وانا بحب ان هي العيش يبقى 2 هقول لكم دلوقتي ليه علشان اوكي
اجي يبقى اقسمه اتنين. لو عندك العيش اصغر من كده او عرفتي تعمليه اصغر من كده برضو حلو، مش هيقول لا. فاضل واحده هنا، خلينا نعملها بالمره. هاجي بقى شوكه او معلقه واحشي الساندوتشات بتاعتي. اهم حاجه يبقى شكلها حلو. خلاص ده اللي فوق. دي كلها اللي تحت وادي اللي فوق. بصوا بقى هنعمل ايه. هنجيب الحشوه كده، ما كتريش برضو مش بكترها، المهم يبقى الطعم متناسق وحلو، يعني مش حلو ان يبقى الحاجة برضو اوفر ولا قليل فاضي، يعني حاولي ان الدنيا بس تبقى متوسطة وحلوة. زي ما قلتلك عندك عيش مش هتحتاجي انك تقسميه، انا هقسمهم في الاخر عشان انا ملحقتش اعمل العيش فجبته جاهز. عندك وقت اعملي العيش. يعني اقولك حاجه، لو انت عندك مناسبه اعملي العيش والتوست والحاجات دي كلها من قبلها مثلا باسبوع، حطيهم في الفريزر ونزليهم قبلها بيوم اشتغلي فيهم عشان ما يبقاش كله عليكي يوميها او اليوم اللي قبلها، هيبقى كتير مش هتقدري ان انت تتعاملي. خلاص اهو وعايزين بقى نزوقهم. بصوا انا ايديا فيها مايونيز، لو انا قطعت مش هيبقوا حلوين. هنغير الجلافزات ونلبس حاجات نظيفة عشان نشتغل بيها، علشان زي ما قلنا طبعا انت هتروحي تغسلي ايدك وتنشفيها كويس قوي، ما تشتغليش بايدك مبلوله وترجعي تكملي الشغل، وتعمليهم من بدري وتحطيهم في حته يكون فيها تكييف لو انت مش عايزه تحطي في الثلاجه عشان الفراخ والبايونيز ما يبوظوش لان الجو حر. و انا عايزه كله يبقى صغير فعشان كده قسمت اتنين بالراحه. وبعد كده الزبده بالكريم تشيز اللي عملنا عليها ورده على الساندوتش التاني، هقول لكم هنعمل ازاي دلوقتي. هي في اهي، بصوا هجيب الساندوتش كده بصوا بسيط حلو مش مكلف اهو. هاجي بقى على كل واحدة اهي، مش عايزة اقطعه، عايزة اخليه كبير. اوكي هقولك هنعملها ازاي. بس لو انت عندك اطفال يعني ما حبس ان احنا نحط الديكوريشن في الاخر ده عشان هيلغصوا نفسهم بيه. ادي الساندوتشات قدامكم، هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.
رجعنا من جديد. هنعمل صنف حلو ونشتري بره غالي جدا وهو سهل جدا. هنعمل اكلير، خلاص هنعمل جاتوهات الاكلير عشان نقدمها في المناسبة بتاعتنا. المقادير بتاعتنا ايه بقى؟ نص كوباية مية، نص كوباية لبن، نص كوباية زبدة، رشة ملح، معلقة سكر، كوباية دقيق. الحشوة بتاعتي بقى ده العجينة، حشوة الفانيلا عبارة عن كريم باتيسير مع اللبن وسكر بودرة، بعملهم طبعا على النار، وكريم شانتيه مخفوق. الجناش بتاعي نص كوباية شوكولاتة مع ربع كوباية كريمة. الوصفة بسيطة ما تتخدوش. هنيجي أول حاجة هنحط لازم يغلو. حطينا الاثنين مع بعض وهاجي أحط معاهم رشة الملح ومعلقة السكر والزبدة. بحط الزبدة تسيح، هي شبه وصفة بلح الشام بس بلح الشام أنا بحط زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الزبدة وأسيح المقادير كلها لغاية ما تغلي. خلاص شايفين نقعد نقلب عشان الزبده تسيح قبل ما يغلو. عايزه الزبده سايحه في الميه واللبن. اللبن بيديها غناوه، انا ممكن اعملها كلها ميه بس اللبن بيدي غناوه في الطعم وبيخليها هشه. بصوا اهو الزبده تقريبا خلاص تقريبا ثابت. انا عايزه بقى السائل يغلي. اوكي اهو الزبده دابت تماما. اول ما يبتدي يغلي اهو لسه هحط الدقيق مره واحده. الدقيق مره واحده وابتدي اقلبه. اهو بصي غليت خلاص كده. بدل ما ابتدت تغلي اروح شداها بسم الله واحط الدقيق مره واحده واقلبه. ممكن تقلبيها على النار بس كده اسهل لك، اسمعي مني. وبعد كده هرجعها على النار بس لازم اشتغل بسرعه عشان الدقيق يدوب ما يكلكعش. وبعدين اهو بصي طري ازاي اهو، ادوب الدقيق كله ما خليش اي تكتلات. خلاص وبعد كده ارجعها على النار. ليه ارجعها على النار؟ عشان ابخر منها الميه الزياده. ابتدي بقى اقلبها على النار 3 دقايق مثلا، 3 دقايق اقلبها على النار. وبعد كده هسيبها تبرد شويه. ليه اسيبها تبرد شويه؟ علشان لما اجي احطها واحط عليها البيض، البيض ما يتطبخش، يعني البيض يتسلق فيها. لازم العجينه تهدى. خلاص بصوا اهي كده اهو، علشان ابخر الميه اللي فيها زي ما قلنا نقلبها 3 دقايق بعد كده نسيبها تبرد. انا عامله واحده مجهزاها علشان ما نضيعش وقتكم اهي، حتى سامعين الصوت كده ادي اهي. عايزه اوريكوا السمك بتاعها، بصوا طريه وهشه ازاي اهي. دي العجينه اهي شايفين. هاجي بقى بسم الله الرحمن الرحيم هحط العجينه دي في المضرب. العجينه هديت بقت دافيه وابتدي انزل عليها بالبيض واحده واحده. البيض محطوط معاه فانيليا اهي، لغايه ما تتكون عندي عجينه لزجه. اهو انا بساعده تتكون عندي عجينه لزجه اقدر اشتغل فيها واعملها. بصوا انا كده اهو، وبعد كده هتعملي بايدك. ابتدت بصوا تخش كلها في بعضها
ايوه اهي ابتدت تلم العجينه. هتتكون عندي عجينه لزجه، هعملها اشكلها في كيس الحلواني بالقمع اللي انت عايزاه، عايزاه مشرشر اوكي، عايزاه ساده اوكي، اللي انت عايزاه. اهي كده العجينه بالنسبه لي ابتدت تبقى حلوه. حطي فانيليا كتير لان البيض كتير في الوصفه دي عشان ما يبقاش زفر معاكي. اوكي اهو، خليني اخد العجينه احطها عشان نشكل الخبز بتاع الكلير. بنحطه في الفرن على ورقه زبده وبخبزه ربع ساعه على 180، وبعد كده اهو بقفل الفرن عليه واسيبه في الفرن ربع ساعه تانية. خلاص مش عايز تطلع. هاجي بالسباتشولا انزل اشيل لكم ده. ادي العجينه بتاعتي، بصوا لزجه شايفين اهي بتعمل كده المنقار ده. ده معناه ان هي العجينه جاهزه وحلوه ان انا اشكلها. اهم حاجه ان انت تطلعي الهواء كويس من الكيس ده علشان ما تقطعش معاكي وانت بتشتغلي فيه. هاجي اقص ورقه الزبده على الصاج، هنقصه بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وهقول لك في الاخر هتعمليها نفس المقاس. المنقار ده هنشيله ازاي لو كده اهو. هعمل ايه؟ هاجي حبل صباعي بنقطه ميه اهي، بصوا بنقطه ميه، واظبط الشكل اللي عندي علشان ما يطلعش شكلها وحش. اوكي بصباعي كده نقطه ميه وايه اروح ظبطاها عشان شكلها يطلع مظبوط. اوكي اتفقنا. بدخلها الفرن زي ما قلنا على حراره 180 تلت ساعة، وبعد كده بطفي الفرن واسيبها في الفرن تكمل سواها، او بفتح الفرن نص فتحة واسيبه مفتوح كده سنة تكمل سواها عشان ما يشققش معاكي. هاجي بقى الحشوة بتاعتي، بعمل الكريم باتيسير اللي هو الباودر على النار واسيبه يبرد تماما، يعني ممكن احطه في التلاجة، وبضرب الكريم طبعا بحطه فيه السكر بتاعه، وبضرب الكريم شانتيه. ادي الكريم شانتيه وادي الكريم باتيسير بخلطهم ببعض عشان يديني كاستر فانيليا طعمه حلو. فالكريم ممكن الكريم شانتيه تعمل لوحده على فكره، بس هو مع الكريم باتيسير بيبقى احلى كتير. هاجي وهخلطهم ببعض وهحطهم في كيس حلواني كده اهو. الشوكولاته بقى، الشوكولاته بسيحها على حمام ميه مع الكريمه لغايه لما تبقى عندي شوكولاته كده بتلمع علشان الوش بتاع الاكلير. انا هعمل واحده او اتنين ما تقلقوش. بصوا ادي الكلير بقسمه اتنين، شايفين من جوه مفرغ ازاي؟ لازم يبقى كده. خلاص هاجي بقى بالحشوه بتاعتي اللي هي الكريم شانتيه مع الكريم باتيسير واروح حاشياه واقفله كده، وبعدين هاجي على الشوكولاته اهي واروح انا
بصوا علشان ما وسخش ايديا، عشان انا بحب الحاجه تبقى، بصوا كده اهو اهي، وبنحطها كده. دي بقى انا عايزه اقول لكم حاجه، بصوا الشوكولاته علشان احنا مستعجلين عشان وقت الحلقه لسه ما بردتش شويه، فالشوكولاته سايله، فبصي مش حلوه، لازم الشوكولاته تبرد معايا شويه. انا بقول لك علشان ما تتخضيش لما تطلع معاكي كده، اول ما تسيحيها بتبقى طريه وسخنه، شايفين سالت ازاي؟ بقى شكلها وحش، فلازم استنى احطها شويه تبرد، هتمسك شويه واروح عاملاها علشان تبقى بالظبط زي بتاعه المحلات اللي بره. خلاص انا دلوقتي هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد. عملنا ايه النهارده؟ عملنا وصفات سهله وبسيطه جدا للمناسبات. اول حاجه توست بالجبن والشبت، عملناه بسيط وسهل، وعايزه اقول لكم شكله خرافي وطعمه حلو جدا من ابسط المقادير. تاني حاجه عملناها، عملنا ساندوتشات او توست او كنابيه زي ما انتم عايزين تسموه باللانشون، لانشون او اي لحوم بارده عندنا اهو. وعملنا بعد كده برضو ساندوتشات بالفراخ، وعملنا عليها وردات من الكريم تشيز والزبدة. اخر حاجة عملناها الكلير، عايزة اوريكم الشوكولاتة لما بتبرد بيبقى شكلها ازاي مختلفة. ايوة اهي شايفين الشوكولاتة بتبقى سميكة عليها، والكلير نفسه هش، بصوا هش، لازم يكون مقرمش ومفرغ من جوه علشان تبقى حلوة وزي الجاهز بالظبط. دي كانت وصفاتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لينا حلقات كتير إن شاء الله، أشوفكم على خير.